لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة العرب اللندنية، العبادي يلوح بوراقة مكافحة الفساد للعودة للحكم. في صحيفة الزمان، إنذار أمني واحتجاجات في كركوك بعد ترشيح شخصية كردية لمنصب المحافظ. في البصائر، مطالبات بوضع حد لعمليات فساد ضخمة في بنزاد العملة الصعبة. في موقع الهيئة نت، ناشطون يحذرون من استمرار الانتهاكات في السجون الحكومية. في العربي الجديد، النظام السوري وروسيا يفتكان بإدلب، محاولة لتكرار سيناريو حلب. في البيان الإماراتي، تأجيل التفاوض بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان. وفي الشرق الأوسط، بريطانيا تطلب ضمانات إيرانية بعدم توجه غريسوان لسوريا للإفراج عنها. السلام عليكم. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن خفض عديد الدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة واشنطن في بغداد سيكون دائميا، وذلك بعد انسحاب عدد من الموظفين في أيار الماضي إثر التوترات التي تشهدها المنطقة. المجلة نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن هذا التوصيف للانسحاب غير دقيق. لم نتخذ قراراً بشأن مستويات التوظيف الدائمة، هناك فقط مراجعة لملاك الموظفين. لكن ثلاثة مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية قالوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن مستويات التوظيف في سفارة بغداد التي تم التوصل إليها بعد الإجلاء في شهر أيار الماضي تعامل على أنه أمر دائم بحكم الواقع لموظفي وزارة الخارجية في العراق. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للمجلة: لقد اتخذوا بالفعل قراراً بعدم إرسال هؤلاء الأشخاص مرة أخرى. وأضاف المسؤول: لكنهم لا يصفون ذلك في الواقع بالانسحاب، بل يقولون فقط أنهم يراجعون أمر المغادرة. وتشير المجلة إلى أنه لا يزال يوجد في السفارة ما يقدر بآلاف الموظفين، لكن جزءاً صغيراً من موظفي السفارة يعملون مباشرة في وظائف دبلوماسية أساسية، بما في ذلك المسؤولون السياسيون والمسؤولون الاقتصاديون وموظفو الدبلوماسية العامة. لافتة إلى أنه بعد الإخلاء الجزئي صرح مسؤولان بأن السفارة لديها أقل من 15 مسؤولاً من وزارة الخارجية يعملون مباشرة في مهام دبلوماسية أساسية. الصحيفة تشير إلى أن بومبيو أمر بخفض عدد موظفي السفارة بعد التهديدات الإيرانية التي تعرض لها الأفراد الأمريكيون في العراق، ومن بين هؤلاء الذين تم إجلاؤهم نحو 275 من موظفي وزارة الخارجية يعملون تحت قيادة رئيس البعثة بحسب المجلة. مخطئ من يعتقد أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل أيام بدمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة يمكن تطبيقه. ففي الماضي أصدر عبد المهدي قراراً من 10 بنود يكتنفه الغموض ويحيطه التردد ويحمل في طياته وفاته قبل توقيعه. سعد بن طفلة يرى في صحيفة الاندبندنت العربية أن القرار يعكس تذمراً وضعفاً من مجلس الوزراء تجاه دولة داخل الدولة تتمثل بالحشد الشعبي. قرار عبد المهدي يقول بدمج قوات الحشد المسلحة بالجيش العراقي، لكن القرار لا يقول بحل ميليشيات الحشد، لأن رئاسة الوزراء غير قادرة على ذلك، وتعرف بأن قراراً كهذا سيفتح عليها باب جهنم من الداخل ومن الشرق. فالحشد تحول من فتوى داخلية لمحاربة داعش إلى مشروع حرس ثوري إيراني بصبغة عراقية، ولن تتخلى عنه إيران أو تقبل بحله إلا بالتخلي عن مشروعها التوسعي بالمنطقة. فالحشد الشعبي يمثل ترسها ودرعها وحامي حمى بوابتها الغربية وجسر عبورها الأكبر للبحر المتوسط ومشروع رمحها المستقبلي في دول الخليج.
التوتر والتجاذب الإيراني الأمريكي على الأراضي العراقية وشعور رئاسة الوزراء العراقية بالعجز تجاه تنمر الحشد وممارساته التي لا تطالها يد القانون، ومحاولة رئاسة الوزراء العراقية النأي بالعراق عن الصراع الإيراني الأمريكي على أراضيه، كلها عوامل أدت إلى إصدار هذا القرار. لكن المتابع للشأن العراقي يدرك أن قوة هذا القرار لا تساوي شيئاً على أرض الواقع، فلا عبد المهدي قادر على تنفيذه ولا يمتلك القوة المطيعة التي تستطيع تنفيذه، ولن تسمح إيران أبداً بترسخ الدولة العراقية التي يمكنها بناء جيش وطني عراقي يفرض السيادة ومركزية قرار الدولة. وبحسب الكاتب فإن الحشد الشعبي لن يتلاشى إلا في ثلاث حالات: أولاً، دولة عراقية قوية لا تبدو بوادرها بالأفق. ثانياً، اقتتال بين فصائل الحشد المتناحرة المتنافرة على مصالح ومناطق النفوذ. والاحتمال الثالث لنهاية الحشد الشعبي هو بنهاية المشروع الذي يرعى الحشد اليوم، أي نهاية المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة برمتها. تناولت صحيفة تلغراف البريطانية أوضاع المسيحيين في العراق، حيث نشرت تقريراً لتيم ستانلي من محافظة نينوى بعنوان: في العراق ظن المسيحيون أن الأمور تتحسن، ولكنها تحسنت لفترة وجيزة فقط. ويقول الكاتب أن المسيحيين في نينوى يواجهون الانقراض على يد الميليشيات التابعة لإيران. الكاتب يقول إن الرواية الرسمية تقول إن شمال العراق في حالة السلم، فقد تمت هزيمة تنظيم الدولة، والجيش العراقي وحلفاؤه يتولون الدفاع عن المنطقة، ولكنه يستدرك قائلاً إنه على الرغم من ذلك ما زال المسيحيون يعانون من الاضطهاد. ويضيف الكاتب أن من يستطيع مغادرة البلاد يفعل ذلك، ويعد من لا يستطيعون المغادرة أنفسهم للمزيد من العنف. ويقول الأب بهنام بينوكا للصحيفة من كنيسته في تلك البلدة النائية إن الأوضاع سيئة أكثر من أي وقت سابق، الأمور أصعب حتى من قبل تنظيم الدولة. ويقول المسيحيون الذين يعيشون في سهل نينوى منذ آلاف السنين إن ثقافتهم وحضارتهم تواجه الانقراض على يد الميليشيات التي تدعمها إيران. ويقول الكاتب إنه أثناء حكم تنظيم الدولة فر أغلب المسيحيين من الموصل إلى كردستان العراق، وبعد أن حرر الجيش العراقي والميليشيات الموصل بدأ المسيحيون تدريجياً في العودة، ليجدوا أن تنظيم الدولة تم استبداله بالميليشيات الشيعية. ويقول الكاتب أن مسيحيي شمال العراق تناقصوا ليحل محلهم مسلمون معظمهم من ميليشيات شيعة مدعومة من إيران. ويقول الأب بنوكا للصحيفة إنهم يريدون انتزاع المسيحيين من البلاد. ويختم الكاتب التقرير قائلاً إن محافظة نينوى يتم تطهيرها عرقياً ليس فقط نتيجة لعنف المسلحين، ولكن أيضاً جراء الفقر والإحساس بعدم الأمان. ترعى أمريكا لبنان من قرب ولا تدع مناسبة إلا وتجدد دعمها له. في عقود الاقتتال والغزو الإسرائيلي والوصاية السورية لم يخلو بيان أمريكي من تمسك واشنطن باستقلال ووحدة لبنان وسيادته. الأمر عينه تقوم به الولايات المتحدة في العراق منذ إطاحتها بالقوة نظام صدام حسين. دعمت تحولا في السلطة أدى إلى تمكين التنظيمات الشيعية، وكانت الحصيلة بعد 16 عاما توطيدا لنفوذ الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته مطلع نيسان الماضي تنظيما إرهابيا. هذا ما أشار إليه توني فرانسيس في مقاله بصحيفة الحياة. تقيم أمريكا في العراق قواعد عسكرية ضخمة تواجه تحديات مباشرة من تنظيمات موالية لإيران، إلا أنها تشاركت معها حرباً ضد الإرهاب وداعش في الموصل وسهل نينوى. وفي سوريا صادف أن انخرط أمريكيون وإيرانيون وميليشيات تابعة لهم في حرب وصفت أيضاً بأنها ضد الإرهاب. لم يحصل تنسيق مباشر، إلا أن اللقاء الموضوعي حول الهدف المعلن كان حاصلاً. في العراق ولبنان تعاني السياسة الأمريكية التباسات متشابهة نتيجة تنامي نفوذ خصمها الإيراني ووصول العلاقة بينهما إلى حافة الصدام، والنتيجة إعفاء العراق من العقوبات على إيران بما يسمح له بمواصلة استيراد الغاز والطاقة الكهربائية منها وتحويل البلاد إلى صراف إيراني كما يقول منتقدون عراقيون.
في لبنان لا تمنع العقوبات على قيادات في حزب الله، وآخرها تناول نائبين ومسؤولا كبيرا النظام المصرفي من العمل ضمن الشروط الدولية والأمريكية برعاية الدولة وتوجيهاتها. إلا أن هذا المشهد عرضة للاهتزاز مع تصاعد حدة المواجهات بين طهران والغرب، وما إضافة نواب من حزب الله إلى لائحة العقوبات إلا تصعيداً واستهدافاً للحرس والقيادة الإيرانية بالذات، آخذاً بعين الاعتبار العلاقة الوثيقة بين تلك القيادة وحزب الله. الكاتب يقول إن واشنطن استثنت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من العقوبات، واختارت نائب بيروت عن حزب الله أمين شري لتعاقبه. في الشكل هناك ما يثير الضحك، لكن في المضمون هذا واقع الأمر من لبنان إلى العراق، ففي البلدين متسع لصناديق بريد كثيرة. أما ظريف فمتروك للحظة التفاوض عندما يحين أوانها. ثمة الكثير الذي يغري وينفع الناس أغلب الظن في إجراء دراسة موثقة محكمة تقارن بين سلوكيات جيوش الأنظمة العربية إزاء انتفاضات الشعوب منذ 2011 وحتى الساعة. صبحي حديدي يرى في صحيفة القدس العربي أن بعض خلاصات دراسة كهذا سوف تسرد قواسم مشتركة عديدة بين عسكرتاريا الأنظمة هذا، في رأسها التشبث بالسلطة ورفض مغادرة القصور الرئاسية ومدى استعداد كل جيش لإراقة الدماء وتخريب البلاد واستخدام أي وكل سلاح فتاك ضد الشعب. تلك دراسة تنفع راهناً في قراءة مشهد السودان بعد أن أعلن وسيط إثيوبيا ومنظمة الوحدة الإفريقية التوصل إلى مسودة لوثيقة اتفاق نهائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. يتوجب أن تشمل الإعلانين السياسي والدستوري، كما يتوجب أن تنظم مسارات الحكم في مستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية. ومن الخير هنا التشديد على مدلولات الفعل يتوجب، إذ أن التوقيع على الوثيقة تأجل من الخميس إلى مساء أمس السبت، وليس من المؤكد أن سلسلة القضايا العالقة سوف تجعل التوقيع سلساً وميسراً وآمناً. وحتى لو تمت مراسم التوقيع كما يتردد وشهد عليها مندوب دول عربية وإفريقية ودولية، وأقيمت الاحتفالات بانتصار تمهيدي لانتفاضة شعبية سلمية تجاوز عمرها الفعلي الأشهر الستة، فإن الأسئلة الأخرى المنبثقة من الباطن العميق لإرث العسكرتارية العربية وتقاليدها سوف تظل قائمة ومطروحة وملقاة مثل حجر ثقيل على منضدة المستقبل. هل يمكن للجيش السوداني أن يفعلها فيغرد خارج سرب الجيوش العربية وينحني أمام الإرادة الشعبية؟ وهل يفعل ذلك حقاً وهو وريث ديكتاتوريات عسكرية وانقلابية متعاقبة؟ وما معنى الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب عسكرية في هذا الظرف الراهن تحديداً قبيل ساعات على توقيع مسودة الوثيقة؟ الكاتب يقول إن الجميع يعرف أن المجلس السيادي المزمع تشكيله سوف يحكم لمدة تزيد قليلاً عن 3 سنوات، وفي عضويته سوف يحضر العسكر بعديد ملحوظ، والأهم من هذا أنهم سيحافظون خارج المجلس على سطوة الجيش دون أي مساس بحجمه أو قوته أو صلاحياته. ونعرف استطراداً أن جنرالاً شب على الانقلاب سوف يحلو له المشيب عليه خلال المرحلة الانتقالية. شهدت الآونة الأخيرة وبالذات بعد انفضاض ورشة المنامة شهدت مؤشرات على رغبة واشنطن بتجديد الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، من أوضحها المقابلة التي أجراها المبعوث جيسون غرينبلات مع صحيفة الأيام المقربة من السلطة، وأبدى فيها المبعوث استعداد إدارة بلاده لإعادة فتح سفارة منظمة التحرير في واشنطن شريطة عودة السلطة إلى طاولة المفاوضات. محمود الرماوي يتساءل في صحيفة العربي الجديد، ما سر الانفتاح الأمريكي المفاجئ على الفلسطينيين؟ وفيما بدا أنه تراجع أمريكي أولي عن المواقف العدائية تجاه شعب فلسطين وممثليه، فقد اختار غرينبلات إعادة افتتاح مكتب دبلوماسي بدلاً من التراجع عن أخطاء جسيمة تتعلق بالقدس المحتلة، كما قام بتحميل السلطة مسؤولية انهيار المفاوضات متماهياً في ذلك مع الموقف الإسرائيلي. أما المستشار جاريد كوشنر فكان أكثر كرماً، حيث قال إن الرئيس دونالد ترامب معجب جداً بالرئيس محمود عباس، وإن ترامب
مستعد للتواصل مع عباس في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام. وحصيلة المسألة أن الجانب الأمريكي يتوجس من إخفاق خطته بعد طول تأجيل لإعلانها، ويدرك بصورة ما أنها عديمة التوازن وتلحق إجحافاً شديداً وجوهرياً بالحقوق الفلسطينية، ما سيثير رفضاً عارماً عليها لن يمكن حتى الأطراف العربية القابلة ضمناً بها من تأييدها والوقوف إلى جانب أصحابها. وهذا ما يفسر اللين الأمريكي المفاجئ والدبلوماسية الناعمة التي اتسمت بها تصريحات كوشنر وغرينبلات بعد توطد القناعة أن الخطة لن تكون قابلة للتسويق والتمرير، مع الاعتراض الفلسطيني جملة وتفصيلة على فحواها القائم على تكريس الاحتلال وشرعنته ومكافأة المحتلين. ومن هنا تأتي الرغبة الأمريكية في إجراء اتصالات بغرض المساومة والمقايضة. الكاتب يقول إنه في حال زحزحة المواقف بجهود عربية فقد تتجدد الاتصالات على مستويات ما بين الجانبين الأمريكي والفلسطيني، مع وجود شعرة معاوية متمثلة في الاتصالات الأمنية. وإذا ما تم انتزاع مثل هذا الموقف فلن تكون هناك حاجة لصفقة القرن ولا لرفضها، فالمطلوب عدم التعامل معها وتجنيد الجهود بدلاً من ذلك للكفاح ضد الخطوات التي اتخذت بحق القدس وشرعنة الاستيطان، وهي خطوات تنسف المواقف الأمريكية على مدى 6 عقود. يشهد ظل الكعبة المكرمة يوم الثلاثاء القادم اختفاء للمرة الثانية خلال العام الحالي، عندما ستشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس الثاني الأخير على الكعبة بحسب ما ذكر موقع الخليج أونلاين. وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس ظاهريا قادمة من مدار السرطان ومتجهة جنوبا إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال. وأوضح أن الشمس ستصبح على استقامة واحدة مع الكعبة، ما قد يحدث أو يحدث حينها اختفاء لظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرا بالتوقيت المحلي. وحدث تعامد الشمس الأول هذه السنة أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر أيار الماضي، ومن المفترض أن تتعامد مرة أخرى على الكعبة المكرمة في عام 2020. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.